اهلا وسهلا وصباح النور وصباح الخير على وجه الخير. كديري لاباس عليكم؟ بخير نتمنى ان شاء الله كيف العاده صحيحه المورال كلشي يكون هو هذاك. المهم انايا 11 وثلث تقريبا عاد طفات عليا الشمعه عاد غادي نهبط زعما نفطر وداكشي حتى جمعت الدار وساليتها وتا يلا بديت نصيف فطوري. قلت لا 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 بلاتي سيري جيب دي كاميرا باش الا بغيتي تبداي مع البنات خاصك تبداي معهم الفطور ولفتها لان صراحه الفطور هو كما نقولوا الانطلاقه الرسميه ديالي انايا بالنهار. تا كنفطر وكندير هذيك الاستراحه الصباحيه عاد كنطلونصا. المهم حتى جبت النعناع صراحه انا تصرني هذا النعناع على موريال ولا ديما راه جديت هو كيديرها لي على قد فمه كيجيب لي عرمه النعناع. شوفوا كتشوفوه فريش هاتي ريحتو كتحمق ولات عاطيه للبراد براد الصباح وبراد باش كنختم النهار. قلت اش غادي ندير؟ غادي ندير بوز منو هذا الصباح هذا ونبدل الفطور لان شحال هذه فاش ما كانش كيكون عندي النعناع كنت كنحاول نبدا مره ندير شوفان مره ندير ياغورت مره ندير البانكيك يعني كنحاول نبعد شويه من البراد حتىي. دابا قلت صافي انت انتصار خلي عليك النعناع وغادي ندوز نصايب فطور بحال الفطورات اللي كنت كندير واللي هو بالشوفان او الخرطال. هكا صراحه ما كاين ما احسن منه كفطور تبداي به نهارك خصوصا هكا لا ليك انتيا ولا لوليداتك ولا الا كنتي مثلا متبعه شي ريجيم او شي حميه وكيشبع يعني كيشد لك على الجوع لساعات طويله. فانا قلت قبل ما ندوز نوجد الفطور غادي ندوز ندير شويه تاع الرومانسيه الصباحيه الواحد هو اللي يعيش رومانسيه مره في نفس الوقت يعني الشمع كيعطي واحد الهدوء ماشي ضروري بالليل انما هكا حتى بالنهار خصوصا لما مثلا عندك بحال هادو كنزيد عليهم انا شويه زيوت الاساس سواء العود سواء الزهر سواء العنبر هادو كنت جبتهم معايا من المغرب من عند صاحبتي مريم فنين ممكن تلقاو ريحه زوينه خاصه مثلا كنتي كطيبي شي حاجه اللي مجهده ولا بغيتي المهم تعطري الكوزينه كتلقيهم. المهم هنا كما قلنا الشوفان هنايا غادي نزيد عليه الحليب ممكن اللي كيديروا بالماء ولكن الماء البنات ما يعني ما كنظنش واش فيه شي فائده ماشي بحال اللي درتوه بالحليب غير هو راه كيتشرب يعني راه كيتقال. المهم انا درت تقريبا نقولوا شي نص كاس ديال الشوفان مع كاس مثلا متوسط ديال الماء. كندير رشه خفيفه ديال كيما شفت الملحه كنزيد القرفه الا كانت كتعجبكم ولكن كتجي مع الطعم ديالو زوينه هكا غير شي راس معلقه ولكن انا كندير الابداعات ديالي في الحبوب يعني كنحاول نركز بزاف على الحبوب مثلا ما كنستهلكوش بحال مثلا حبوب الكتان او زريعه الكتان كندير مثلا هكا ومقدم ما درتي راه من دابا جدرك هي راه صحيه بزاف كندير هكا واحد معلقه صغيره ندير شويه ديال النافع حتى هو كيجي زوين النافع ندخلوه في اتاي ندخلوه فاش ما كان حيت حنايا المشكله ان هاد الحبوب هادو كنبقاو نتسناو تنستعملوهم في الشباكيه ولا في الفقاس ولا في الحلاوي ديالنا ما كنستعملوهمش هكا بشكل يومي. هنايا غادي نزيد بذور الشيا او حبوب الشيا حتى هي دابا ولات غنيه على التعريف صحيه صحيه بزاف وغادي نزيد شويه ديال الزبيب وفي الاخر تقدروا تزيدوا حتى شويه المكسرات. المهم انا زدت هكا واحد جهد معلقه كبيره ديال سميتو ما غادي نزيد لا السكر لا والو غادي نخلي حتى نطفي عليها سواء كتزيدي العسل ولا تزيدي فواكه. صافي هانتوما تقريبا غير 4 دقائق ها هو صباح واجد كما تشوفوا كيفاش كيولي ثقيل. غادي ندوز دابا كنقلبوا هكا في شي زليفه ولا طبيصيل ولا اللي كان وكما قلت لكم كتقدروا تضيفوا فيه في هذه المرحله سواء العسل ولا نتوما الا بغيتو كتعجبكم السكر ديروا السكر. انا هي مثلا تبارك الله غير الزبيب راه حلو ومازال غادي نضيف عليه البنان نضيف عليها هكا شويه تاع الديسير بقى بحال هكا الا بغيناه يكون صحي من الاحسن نحتافظوا على حلاوه او سكر اللي يكون طبيعي بحال السكر اللي كيكون في الزبيب ولا في مثلا في التمر ولا مثلا في البنان. وبهذا البنات ها هو فطوري صباح واجد فطور اكسبريس ساهل ماهل واهم حاجه انه صحي وكما شفتوا تبارك الله شحال دخلت فيه الحبوب. المهم الحبوب كما قلت لكم فيما جاتكم فرصه حاولوا تستعملوه. غادي نخلي غير يدفى الفطر ونعاود نرجع معاكم. المهم الحمد لله فطرت ولكن صراحه بيني وبينكم بقات بلاصه اتاي شو حدا عروبي عروبيه صراحه الولف ملي كتولفي مثلا اتاي راه كتبرمجي بحال بحال القهوه تصحاب القهوه انا مع الناس تاع صحاب اتاي بزاف كيسولوني انت صراحه شناك ما كتشربيش قهوه؟ انا راه ما كنشربش قهوه الا شربت كنشرب هذيك بحال لاتاي اللي كتكون مهرسه بشويه الحليب ولا مثلا هكا حليب شوكولا ولكن قهوه كقهوه كيعجبني نسمة القهوه تكون في مثلا في شي تحليه ولا في شي كيك ولا ولكن باش نشربها هكاك مستحيل. زعما حاولت نجرب نتبلى بها ولكن
ما كيعجبني جلسه القهوه، كيعجبني داك الشده تاع لي طاس القهوه، ولكن للاسف ما كنقدرش عليها. راجل المهم راجلي قاضي الغرض، هو اللي مبلي بالقهوه كيموت على القهوه. دابا غادي نخرج ان شاء الله، عندي شله 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 ما يدارش لا ما يتقدى. المهم هنا البنات وصلت للمحل ان شاء الله اللي جايه ليه دابا. نقول لي علاش فين غادا عاوتاني تقداي؟ لا حيت ان شاء الله باذن الله عيد ميلاد ولدي هاد السيمانه هادي، ولكن ما غاديش نديرو ليه السيمانه، غادي نجيبو ليه في هاد الويكاند هذا اللي جاي. تبارك الله غادي يكمل، شوفوا لي الرجل الصغير غادي يكمل 5 سنين. الله يحفظه، الله يحفظ لكم كاع وليداتكم. هو اللي كنت عاودت لكم على الوجع اللي داز عليا فيه اخر مره، عقلتو شوف دابا ديجا 5 سنين وما بغاش يتنسى لي داك الوجع اللي داز عليا في حمالته. عتي راه كنتفكرو كنبورج زعما صافي موراه درت ستوب هكاك. علاش بزاف من الناس كيسولوني انتصار والله ما كرهنا نشوفوك بالكريشه منفوخه وديري لنا، قالت لي وحده ناري انتصار تحرمي لنا بالبيفي، تحرمي لنا بالبيفي والافكار تاع الولاده والتحضيرات ديالها. للاسف يعني كما قلت لكم، ولكن راه كلشي بيد الله. يعني واحد واخا يعيا ما يخطط يقول لا 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 لا، ولكن راه مكتبه شي حاجه راه مكتبه. ولكن انا ياك هكا في الغربه صراحه الوليدات صعاب في تربيتهم، وخصوصا يعني ما يبني كيكون العوي لا والو، راه تبارك الله غير جوج راه خير وبركه يلا تكافي معاهم. اول محل كما قلت لكم واللي هو هذا دولار تري، ما عادش كتبان لكم هذا دولار تري البنات، موجود في كندا، هو شركه امريكيه ولكن كاين حتى في كندا. كل المحل كلشي بدولار 25، يعني يقولوا تقريبا كلشي 7 8 دراهم، كلشي كلشي كلشي، لا من المواعن لا من داكشي تاع الدار لا من كلشي. هكاك كتلقاي فيه العجب معجب هكاك. علاش جيت؟ غادي نبدا به هو الاول نشوف واش غادي نلقى فيه داكشي ديال عيد ميلاد. لقيتهم بعدا بداو كيدخلوا داكشي تاع الربيع، غزال غزال. شوفوا اللوينات هادو ديال هادوك اللي كات تاع الفران، هادو ديال داكشي اللي كتحطي عليه داكشي سخون، غزال. شوفوا على الوان مبهجه، وشو الطبيصلات هادو. كون كان عيد ميلاد بنتي يجي في عيد ميلاد زوين. دابا ولدي ما غاديش يجي مع هادشي الغوز الغوز والورد كاع ما يجي معاه. شحال فنين، شو المنادل عندهم. دابا هادشي كما قلت لكم كلشي بدولار 25. شو من هاد الاشكال والانواع، وعاد دايرين هادشي ديال الكاب كيك. شوفوا هاد البوكسز شي شحال فنين، تقدري ديري فيهم دي كادو تعطيهم. المهم كاع داكشي اللي عنده علاقه بالربيع زعما الفراشات والورود، غزال. وهنا حتى هاد البلاكات هادو اللي كتعلقي في الدخله ديال الدار، غزال. هادي حمقتني، بان لي ناخذها دابا ولا يمكن ترجع شي مره اخرى. كاينه هادي عاوتاني سبرينغ ان ذا اير، كاينين هادو عاوتاني. وهاد البلايصه فيها العشاق الشموع الشموع الرومانسيه، فيها عندهم شميعات زوينين، يعني كتلقاي عندهم بعض المرات الشمع كيحمق الريحه وداكشي. وبالنسبه لهذيك اللي كنستعمل، بزاف منكم كانوا سولوني عليها، هادي النيت اللي استعملت الصباح، هادي اللي كندير فيها الشميعه، راه هي هادي خديتها من عندهم بدولار 25. ها نتوما فيها اللوينات اللي فيها، عندهم موديلات كاين هادو، ويعني راه هما غاليين غير هادو، يعني كما قلت لكم لانه محل رخيص كتلقاي عندهم مهميزات زوينين. كاين عندهم شكيلات بزاف ديال داك الكويسات شحال هادو. ها نتوما هادو كيف دايرين غزالين. كاين هادو شوفوا، يعني هذاك الشير كيدوخ كيدوخ عاد عندهم هذاك الشيء مثلا بحال البخور هكا، الا بغيتي تشعلي البخور ولا الند ولا هذاك، حتى هما راه عندهم كتلقاي. كاين هنا كاين هذاك الشيء تاع الكادره تاع التصاور، لي فاز نوريكم. ها نتوما اللي بغيتو دي فاز ولا هذا في اللوينات، كاينين شهدو شحال فنين، وديما كتلقاو كتلقاي عندهم الجديد. شهدو شحال غزالين فنيونين. هانتوما الموديلات اللي كاينين. ودابا جيت للسيكسيون ديال المعلم، المهم ما بغيت نشري لا المعلم ولا غير بغيت نوريكم. المهم لان بزاف منكم كيعجبهم هاد الطباصل اللي عندي، هادو راه كنت خديتهم من عندهم. هادي دابا تقريبا 3 سنين باش كنت خديتهم من عندهم، كنت خديتهم بزلايفهم، غير هما زلايفهم عطيتهم حيدتهم حيت ما كنستعملهمش بزاف، خليت غير الطباصل. ومهم كتلقاي بعض البرات كيدخلوا موديلات فنين الطباصل، انا كنقول لك هادو راه 3 سنين وما عندي، صدقوا ليا كيحمقوا. كاين هذا الابيض وكاين الكري، كاين المهم كتلقاي لوينات نوار هكا، وكتلقايهم بزليفاتهم طبيصلاتهم صغار. عاد خلاص هادشي تاع القهوه وكامل المعنات الدجاج، يعني الواحد الا جا لكندا بغى غير يعدي راه كاين خاصك تعرفي البلايص، وهذا الشيء باش كيكونوا زوينين الفيديوهات. يعني كتبعي شي وحده مثلا هكا في كندا راه تستافدي منها شحال من حاجه، المحلات فين تقداي فين تلقاي الهميزات وداك الشيء. وصلت هنا دابا البنات السيكسيون ديال داك الشيء الحفلات. شوفوا يلا كنت كنهضر معكم على الحماله والولاده شو سبحان الله لقيت داك الشيء موجودين، هذاك الشيء تاع لي بيبي. انتما كي بغيتي ديري بوفيه ولا شي حاجه
شحال في النين. وعاد كاينين هنايا الا كنتي اتوليدي بنيه بنيته، شوفوا داكشي زوين هكا باش كينظموا الحفلات. هنا فين ديري مثلا لي دراجي كما قلت لكم صراحه ورخيص، هادي باش زوينه. شوفوا هادو بيصلات او بيبي، كاين هادو كاينين هادو تاع الاولاد، كاينين هادو منيدلات. هنا كاين هادوك سينتات هكا باش تزوقي البوفي. عاد هنايا كاين هذاك الشيء ديال العيد ميلاد، طريبشات وداك الشيء تاع الديكوراسيون طبيصلات. المهم نشوف شي حاجه لولدي. وهنا كاين هذاك الشيء تاع البالونز، كاين هادو اللي كتبغي ديرهم هكا فوق الحلوه كيجيو زوينين حتى هما، كتشعليهم كيعطيو هكا ما عارفه داك لي زافي. وعاد كاينين هادو مثلا بغيتي غير نجيما، انا هادو كيعجبوني من صغري وانا كيحمقوني عرفتهم كيعجبوني من الصغر كانوا كيحمقوني، كنت كنشريهم في عاشورة. المهم كاينين بزاف الانواع تاع الشمعات، كاينين هادو اللي كيكونوا سامبل كتجي فوق منهم هابي بيرثدي، عاد كاين هاد ستيل هذا هابي بيرثدي هكا كتجي فوق بعضياتهم، كاين هادو كيجيو هكا فيهم داك البغيون. المهم نعطيكم غير فكره ها نتوما الالعاب داكشي، يعني الا بغيتي عديو سلك كما نقولوا الالعاب راه سيكسيون كبيره. المهم كما شفتوا راه يتبان لكم 90 دولار 25، نديكم مازال ندوركم. دابا بداو كيدخلوا داكشي تاع الربيع نتوما. شتي البنات غدا جيت الفانيد وانا نلقى هاد الرضاعه تاع الفانيد، وشحال فكروني في الذكريات الجميله وفي داكشي تاع بونغوس. هادو دايرين بحال بونغوس، شحال كنت كنموت على هاد بحال هاد الفانيد اللي كيكون معمر بالقريعات ولا هكا. شوفوا هاد الستيل هذا تاع الفراده تاع البلاستيك، صراحه داكشي غزال يعني كتلقاي ميد الكونجاك هادي قداشك عملاقه. اما البنات قضيت الغراض دغيا دغيا، وخا صراحه بيني وبينكم ما سخيتش نخرج من داك المحل فيه الاغراءات كثيره وفيه كلشي صراحه كلشي كيعجبك سورتو، حتى الثمن ملي كيكون رخيص كيشجعك. يعني كما قلت لكم كلشي تقريبا ب 8 درهم مغربيه، لا من الماع لا من داكشي الديكور لا من كلشي كلشي. المهم هزيت غير داكشي اللي ناقصني وخرجت تمشي للدار ونوري لكم شنو بقيت اختاريت في الاخر. دابا جيت هنايا لواحد المحل نيت غير حدا معروف عاوتاني تا هو كاين في كندا وامريكا، فيه وول سميتو وول مارت، فيه اي حاجه طاحت لك في بالك من ا زد اي حاجه اي حاجه. ونيت عندهم لاباتيسري وعندهم لا بونونجري المخبازه، ونيت منين غادي نكوموندي ان شاء الله الحلوه وغادي نشوف لي موديل ونشاركهم معكم في نفس الوقت باش نحيدها عليا حتى هي. انتما سبيشال اوردر كيكس كتبقاي كيحطوا لك هنايا هذا الدوسي هذا كتختاري فيه الموديل اللي بغيتي يعني ديال الكيك. المهم هادو ديال البنات شي كلشي بنات فروزان وداكشي. هادي ديك دو صوفيا ما تفينا الدراري هما، انا بانت ليا في هادي حتى انا شحال هادي كنت جيت ضرب الدويره بانت ليا هادي هي اللي زوينه فيهم. خصوصا انا ستي اللي بغيت ندير ليها كتجي جانجل وزعما الحيوانات وداكشي، وكاين لي موديلات بزاف تي كتختاري اللي بغيتي كيحطوا لك نيشان. كاينه هادي ديال ميكي ماوس، كاين سبايدر مان، كاين كلشي كاع الرسوم اللي كيبغيو الوليدات كتلقايهم هنايا. داك كيعجبهم داكشي تاع هادشي البيبيز الباربي هانتوما، كاين داكشي كتير الكره. ومن هذيك هي اللي بانت ليا كاين هنايا هاد سميتو هذا مشات ليا سميتو المينيونز، فانا هذيك هي اللي بانت ليا. خلاص كتلقاي الكيكات يعني اللي واجي بغيتي غير تجي تهزيهم ويكتبوا لك فيهم السميه، كيكونوا بالحق سامبل بحال هادشي ولا هذا، دوك كيكونوا رخاصين. الاخرين كنظن كيديروا 25 مع 30 دولار. وعاد كاين الكاب كيكس هكا واجدين هادو مثلا كيديروا 4 دولار صراحه، يعني كتلقاي اثمنه بعض المرات جد مناسبه. كاينين هادو عاوتاني كبار، هادو دايرين مثلا نقولوا 16 دولار مشتو، كاينين كيجيو يكتبوا لك عليهم السميه وصافي. الله على راحه منين حيدت عليا الكيك ارتحيت وخديته بالشوكولا وكلشي كيتقام كما قلت لكم 25 دولار. ونيت اللي كنت درت هذيك العام لبنتي كتهنى التماره ديال يعني كتكوني اصلا ستريسيه الا كان عندك هكا الضياف جايين. المهم اختاريت لي داك الموديل اكيد ان شاء الله غادي يعجبو. دابا انا جيت هنايا البلاصه ديال لي صوص وديال لي شيبس وداكشي باش ناخذ هذاكشي اللي ناقصني، ومن بعد ملي نمشي للدار عاد نشارك معكم كلشي بالتفصيل. فغادي ندخل دابا نيشا المعقول وريكم شنو تقديت. اول حاجه ضروري من الماء، الماء كيتسهلك بزاف بحال هكا سورتو الدراري كيجريو ويلعبوا هذا كيبغيو الماء. خديت هنايا هذه هذا الباكي هذا كيتقام اقتصادي ديال العصير. المهم خديت هذا نكهة كوكتيل كتجي فيه تقريبا 21 هكا بوكس ديال العصير.
وان شاء الله المهم مازال غادي ندير هكا عصير في الجناب. بالنسبه للتيم اللي بقيت اختاريت البنات بقيت اختاريت بغيت نبعد شويه معهم هو الفد. سبق لي درت ليه التيم ديال الكره وداك الشيء ميكي ماوس فايت درتو ليه هذاك اول عام ليه في العيد ميلاد ديالو الاول كنت درت ليه ميكي ماوس. قلت له غادي ندير ليه هكا مع كيعجبو حتى الحيوانات لي زانيمو درت ليه هاد التيم. لقيت ها نتوما خديت الطبيصلات ديالو وخديت المنيدلات ديالو. وبالنسبه لهذا باش غادي نفرش هو نورمالمون كيجي معاه هذا القلع ولكن هذا القلع ماشي البلاستيك بحال قولوا ديال الورق. هنا خديت هذيك العلاقه ولا هذيك اللعيبه البانير ديال هابي بيرثداي. هنا خديت ساشيات فين تقدري ديري لهم هذوك الكوني باكس اللي قلت لكم ولكن حتى جيت للدار وبانوا لي صغاري فيمكن بان لي نمشي ناخذ وحدين كبر منهم حتى دابا لي ما غاديش يهزوا لي داكشي اللي تقديت. وخديت لي هذه ديال 5 سنين شو قداش كبيره هذه كبيره تجي خديتها حتى هي كجات دايره بالخضر. خديت لي هنايا هاد التريبشات تاع هابي بيرثداي ولا هابي بيرثداي بوي. المهم خديت جويجات خديت هكا في الزريرق. وبالنسبه للعيبات الاخرين المهم خديت هنا العصير هنايا الديسير ضروري فهمتي نمشي ندير بحال هكا الديسير. المهم باقي ما عرفتش كيفاش نحط الحطه الديسير واش نديرو في طبق هكا نمشي مشكل. المهم نتوما ان شاء الله من بعد ملي غادي نكون قاد الحفله راه غادي تشاركوا معايا كاع التفاصيل. هنا زدت قريعات ديال العصير مثلا هادو الكبار هادوك القريعات الوليدات وهادو مثلا بحال انايا ولا ماما ماماتهم الى جاوا معاهم. وهذا بقيت خديت هادي شوفوا هادي حمقتني فصراحة ما قدرتش نشد راسي عليها. هادي تقدري ديريها في دخله الباب ولا هادي سورتو ثمن هكا رخيص. هادي تجي غزاله في الربيع تعلقها تقدري ديريها حتى في الكوزينه يعني دير لها شي بلايصه في الكوزينه. هنايا خديت هاد المعلقات ماشي المعلقات لي فورشيت ديال البلاستيك جوطار. وكما وريتكم بقيت خديت العجين وداك الشيء راه وريته لكم اصلا. المهم خديت هنايا القياس درت بحساب 12 وليت صغير. المهم انا درت حسابي تقريبا يكونوا ما بين 10 و 12 فقلت والله ما ندير 12 ولا يبقاو خاصين. وهنايا خديت هذاك لي شيبس وداك الشيء مازال ان شاء الله باغا نصايب حتى القليه. هكا كيجيو هكا منوع الوليدات كيحمقوا على شي تسقاطه في اعياد الميلاد. يلا بديت كنجمع هي تعيط لي ماما صدقت مشيت معاها من هضره لهضره لهضره نسيت راسي. المهم ضروري كيخصني نهضر معاها قبل نعس لان داك الديفيرونس ديال التوقيت بيننا وبين المغرب 6 ساعات. المهم دابا باش نقاد خاصني نعيش الاجواء تاع عيد الميلاد. شي وحده محشه ايام الطفوله. المهم انتم شحال كانوا كيعجبوني انا الطريبشات هادو تاع عيد الميلاد. المهم انايا غادي نقاد طابوشي ولادي ناشطين. المهم غادي ندوز دابا ان شاء الله كما قلت لكم نحاول نقاد داكشي اللي غادي نخلي حدايا داكشي اللي نهبطو مثلا لتحت ولا نديرو نكواني في شي بلاصه باش يبقى الشاد ديال زعما هنايا بلاصه في الكوزينه. وان شاء الله اهم حاجه هو في هذا العيد ميلاد هذا ماشي زعما بغا ندير غير سناكس يعني بحال كنقولوا الفاست فود يعني بحال لقيمات الاكل لقيمات وهاد لقيمات زعما داكشي صغيوار ولا هذا وبيتزات ما نحاولش نكثر عليه بحال اللي درت في عيد ميلاد بنتي الطيابات وتماره. لانه انا لاحظت ان الدراري الصغار احسن حاجه ما تقدري ديري لهم هي البيتزا كيموتوا على شي حاجه سميتها البيتزا. فكذا في العيد ميلاد كيشبعوا بالبيتزا وبالحلاوي وبالشوكولاته والشيبسات وداكشي فالا درت الماكله كثيره غادي تبقى غير ضايعه يعني غادي تبقى غير خساره. ففي الغالب كنولي في الاخر نلصقها في ماماتهم كنبقى على التفصيل عمر ديدي معاك هادشي اللي كندير يعني كنبغيش نبقى تبقى لي الماكله شيطه. فالمهم باقي ما عنديش شي بروغرام زعما او شي بلون زعما شنو باغا نطيب بالضبط مي زعما غادي نحاول ندير داكشي خفيف ظريف واكيد غادي نحاول نشارك معكم كلشي بالتفاصيل. فالمهم البنات قديت كل حاجه شدات بلاصتها وبيني وبينكم شدني واحد العكز على الطياب راه كيسحبني البنات بعض المرات كيشوفوني كنشارك معكم شي واش داكشي كيسحبوا انتصار عاطيه غير الطياب الطياب الطياب. بعض المرات راه كنقولها لكم ديما كنعاود بعض المرات كيشدني شي عكز ما كنحمل كاع لا ندخل لا الكوزينه ولا نطيب ولا حتى حاجه. المهم هادشي اللي وقع لي اليوم قلت بدات نجبد الدجاج شويه ندير هادي ندير هادي ولكن صافي ما عنديش الكانه بمره باش نطيب شي حاجه. كما شفتوا قلت لكم انا صراحه كنت بغيت نصايب غير بريريت اتاي وهكاك وداك الباريزيان. صافي شويه الدراري سولتهم داكشي قال لك لا بغينا دينا ناكلوا واحد البلاصه هنا كاين هما جوج بلايص اللي قراب ليا كاين بلاصه كيديروا هذاك بحال الدجاج تاع مقلي كي اف سي وكاين واحد وحدين كيصايبوا ساندويتشات.
وحنا قدامهم باقي ما عرفنا واش نمشيو عند هذا ولا نمشيو عند هذا. اليزا فين بغيتي يا مامي نمشيو؟ نمشيو بابايز ولا نمشيو صابوي؟ صابوي نو بابايز نو صابوي نحارب القيصرناز صابوي اها we never been there I don't like it cuz they have sandwiches and I don't even like sandwiches this we not got two sandwiches دابا انا سولتهم سؤال بسيط هما بداو البكا هي بنتي كتبكي وهو كيتغاوش وكيتقاتل ايه ما تضربهاش ما تضربهاش ما تضربهاش ولا غادي نرجعكم دابا للدار شو دابا السؤال بسيط باش تعرفوا واش كيكون عندكم جوج مقاربين الحرب والقيته شوف انت ما داك صعصع شو ولدي ديما دافع وصعصع حتى اش غادي نديرو غادي نرجعكم للدار اش بان لكم مشيو رجعوا للدار شفتوا دابا نموذج ومثال حي على الواقع يعني هذا سؤال بسيط طرحته عليهم فين بغيتوا ناكلوا هنا ولا هنا الدموع المضاربه والمقاتله والشعله حرب نايضه بيناتهم راه هكاك دابا انا دائما المعاناه عندي مع دابا بجوج مقاربين المنافسه ومضاربه وهذه ديالي وهذه ماشي ديالي وكل واحد كيبغي يبان هو صحصح فيهم ورث الحربه المهم في الاخر غادي ندير انا اللي غادي نختار غادي نمشيو لبوبايز نمشيو عند مولاتي صافي نجينا تحمينا العيالات تحموا على الرجال المهم بعد الحرب والقتال وهانتو باقي مضاربين تخيلوا معايا بسؤال بسيط باقي مضاربين غادي ندخلوا نتعشاو وغادي يبقاو مازال مضاربين المهم في الاخر بقينا غادي نجيبوا من هذا البوبايز هذا وصافي نديروا له خطره هي حتى تعرفوا البنات بكايات صافي وصافي راه هضرنا معاك صافي حنا جينا ايوا صافي ندموني علاش خرجت احنا درنا لها في الاخر خاطرها انتما دخلنا وباقي نضاربين عنده من فحال وخاصو هو ياخذ لها من ديالها عندك موناتك شوفوا انتما كيف باقيين كيضاربوا عطيها تيسع من داكشي ديالها مهم هانتوما البنات بقينا خدينا بزاف البنات كيسولوني دائما واش هاد البوبايز عندكم حلال اه عندنا حلال المهم انا غالبيه اللي عارفه في كندا معظمهم حلال كيجيو هكا كما قلت لكم عندهم الدجاج كيحمق كتجي مع هاد البسكيت هادي بالزبده وعندهم فريت فنه صافي وكيجيو لي صوص وداك الشيء مهم هذا هو كيجي بحال هكا على هاد الشكل هذا يلا جلست بلاستيك جلست بلاستيك جلست بلاستيك هاد العفريت هذا غتضطي وتنح جلس بلاصه تعشينا الحمد لله ورجعنا للدار ولكن المهم كلشي اليوم ساق لينا الخبار كنا مضاربين على الماكله كما شفتوا هذا هو حالي بزاف الناس كيقول لي انتصار كتكوني كتصوري الكالم وهذا راه غالبا الا كنت كنصور سواء كيكونوا في مدرسه ولا كانوا كاع في الدار راه كنبقى نقطع لان ديما الحرب والقتال على ابسط الحوايج كينوضوا يضربوا ويتقاتلوا المهم حنا يلا كنهضروا عليهم وعاوتاني كيضاربوا هادشي دخلنا قلت لهم هانتوما طلعوا ما تبقاش تضربها هذاك هو سبع البرومبه ديال الدار كيبغي يحكر عليها المهم قلت لكم صفتهم دابا يلبسوا البيجامات هما جالسين عاوتاني كيضاربوا المهم هذا هو حالي معاهم المهم غادي نشوفهم خاصني نطلع دابا نشوفهم واش وقع تما المهم نتمنى ان شاء الله تكون دوزتوا معايا العشيه ولا نهار خفيف ظريف تلاقاو كيف العاده في فيديوهات وروتينات فاش هي جديده بوسه كبيره لكم يا احلى غزالات تلاقاو ان شاء الله نهار عيد ميلاد باش نشوفوا كي طلعت النتيجه يلا سلام عليكم